سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطانات انتشاراً وخطورة. على الرغم من أنه غالباً ما يرتبط بالتدخين، يمكن أن يصيب سرطان الرئة غير المدخنين أيضاً. للأسف غالباً ما يتم اكتشاف سرطان الرئة في مراحل متقدمة بسبب عدم ظهور الأعراض بوضوح في المراحل المبكرة، ومع ذلك هناك بعض الأعراض التي قد تظهر في المراحل المبكرة من المرض. إليك بعض الأعراض المبكرة لسرطان الرئة عند النساء: سعال لا يزول أو يزداد سوءاً مع الوقت، بحة في الصوت أو تغييرات غير مبررة في الصوت، صعوبة في التنفس أو ضيق التنفس أثناء الأنشطة اليومية، ألم مستمر في منطقة الصدر قد يمتد إلى الكثيفين أو الظهر، تغير في طبيعة السعال المزمن الذي يعاني منه في الغالب المدخنين مثل زيادة المخاط المرافق للسعال أو زيادة عدد مرات نوبات السعال، خروج بلغم يحتوي على دم عند السعال، صفير الصوت وهو عبارة عن خروج صوت شبيه بالصفير من الرئتين عند التنفس نتيجة تضيق الشعب الهوائية، والذي قد يحدث نتيجة مشكلات صحية مختلفة منها سرطان الرئة، فقدان الوزن غير المقصود والذي يعتبر من أعراض العديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الرئة، ويحدث نتيجة استهلاك الخلايا السرطانية للطاقة، شعور دائم بالتعب والإرهاق دون سبب واضح. إذا كنت تعانين من أي من هذه الأعراض فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من الحالة الصحية. التشخيص المبكر يمكن أن يكون مفتاحاً للعلاج الناجح وتحسين فرص النجاة. يبدأ تكون ونشوء سرطان الرئة عادة في الخلايا التي تتشكل منها البطانة الداخلية للرئتين، ويشكل التدخين المسبب الرئيسي لسرطان الرئة عند الأشخاص المدخنين وكذلك عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي. لكن سرطان الرئة يمكن أن يصيب أشخاص لم يتعرضوا لدخان السجائر إطلاقا. في هذه الحالات ليس هنالك سبب واضح لنشوء مرض سرطان الرئة. في المقابل قد نجح الأطباء في وضع قائمة تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وهي العلاج بواسطة الأشعة، الإصابة بالتليف الرئوي، أمراض رئوية والتهابات بسيطة، التعرض لسموم بيئية، الإصابة بمرض الإيدز، التدخين السلبي، استنشاق الدخان الصادر من أفران الطبخ والتدفئة خاصة من اشتعال الخشب والفحم، والعوامل الجينية. فالأشخاص الذين أصيب أحد والديهم أو أشقائهم أو أي شخص آخر قريب من الدرجة الأولى بسرطان الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة. ليس هنالك طريقة مضمونة ومؤكدة للوقاية من سرطان الرئة، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة إذا تم اتخاذ التدابير الآتية مثل تجنب التدخين، الإقلاع عن التدخين، تجنب التدخين السلبي، إجراء فحوص للكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل، تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل، الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار والفواكه.